هنتكلم دلوقتي على الروتيشن اللي بيحصل في التيبيا during movement of the knee joint. في نوعين، في active وده بيحصل مع حركات البايسبس فيمورس والسيمي امبرنوز والسيمي تندنوز. افتكروا كده معايا لما خدنا الاكشن اوف بايسبس قلنا انها بتعمل فليكشن في الني ويز لاترال روتيشن في التيبيا او في الليج، والسيمي امبرنوز والسيمي تندنوز يعملوا برضه فليكشن في الني مصحوب بميديا روتيشن اوف ذا تيبيا والليج، هي كده او كده يعني. طيب ده الاكتف. في بقى كمان روتيشن بيحصل في منطقه الني جوينت، والروتيشن ده بيحصل غصب عن اوبليجاتوري يعني لا يمكن منعه. التاني الاكتف بيحصل في مع الفليكشن اوف ذا ني، لكن اللي هكلمكم عليه دلوقتي بيحصل في اخر الاكستنشن وفي اول الفليكشن في عمليه اسمها لوكينج اوف ذا ني وانلوكينج اوف ذا ني. ايه بقى الحكايه دي؟ يقول لي ربنا خلق لنا ديزاين ميكانيكال كده في الني بحيث لما يحصل في الني اكستنشن لغايه الاخر، اخر الاكستنشن ده الني بتبقى لقط نتيجه ان الليجمنتس اللي حواليها 90% منهم بقوا مشدودين. هنشوف دلوقتي ازاي. وفي اول الفليكشن اوف ذا ني لازم الليجمنت دي تريح عشان يحصل فليكشن فيحصل روتيشن تاني. طيب تعالوا نشوف ايه الميكانيزم اللي بيحصل ده من غير ما افكر. during extension وflexion، في اخر الاكستنشن واول الفليكشن، ركزوا معايا. في اخر الاكستنشن يا جماعه في اخر 15 درجه بيحصل لوكينج اوف ذا ني. ازاي؟ يقول لي قبل ما اوصل للدرجه دي بص معايا كده، التو فيمورال كوندايلز مركبين على التو تيبيال كوندايل اهو في الفليكشن، يبتدوا يتحركوا عشان يعملوا اكستنشن فبيتزحلقوا التو فيمورال كوندايل مع بعض بنفس الدرجه. فلو هنا سنتي يبقى هنا سنتي اتحركناهم على الناحيتين، ونفضل نعمل اكستنشن. في اخر 15 درجه من الاكستنشن ده في ليجمنت جوه الني جوينت بقت مشدوده. حد فاكر مين؟ الانتيرو كروشيت ولا البوستيرو كروشيت؟ الانتيرو كروشيت بتتشد. السؤال الثاني، هي الانتيرو كروشيت ماسكه في انهو ليجمنت؟ ماسكه في انهو فيمورال كوندايل؟ لاترال ولا ميديال؟ ده الميديال. لا ماسكه في اللاترال. طيب يعني في الاول بيبقى التو فيمورال كوندايل بيتزحلقوا ايكوالي على الابر سيرفس اوف ذا تيبيا لغايه الانتيرو كروشيت ما تتشد، يقف اللاترال فيمورال كوندايل في مكانه ويكمل لوحده الميديال زحلقه. فالميديال لما يكمل زحلقه يعمل ميديا روتيشن في الفيمر. نقولها تاني اهي، ادي فليكسد ني هنعمل اكستنشن. في بدايه الاكستنشن مفيش مشكله، التو فيمورال كوندايل بيتزحلقوا بنفس الدرجه وزود روتيشن في نفس الدرجه لغايه في اخر 15 درجه في ليجمنت داخليه جوه المفصل بتتشد اسمها انتيرو كروشيت ماسكه في اللاترال فيمورال كوندايل هنا اهو، دي بتتشد. طيب بعد ما كانوا بيتزحلقوا مع بعض اللاترال فيمورال كوندايل هيقف والميديا اللي يكمل لوحده. فلما الميديا اللي يكمل لوحده هيحصل ميديا روتيشن في الفيمر. الميديا روتيشن اللي حصل في الفيمر ده بيخلي الليجمنت اللي كانت فيرتيكال هنا تيبيال كولاترال والناحيه الثانيه فيبلر كولاترال هيبقوا بدل ما هم فيرتيكال الميديا روتيشن يخليهم اوبليك. والحركه دي اللي خلت الليجمنت اوبليك بعدت الابر اند عن اللور اند فخلت الليجمنت ستريتشد. يبقى انا عندي من جوه انتيرو كروشيت مشدوده وهي اللي خلت الفيمر يلف ميديا لكده وخلت الليجمنت التيبيال كولاترال يبقى مشدود، ومن ورا الاوبليك موبيليتي الليجمنت مشدود، ومن هنا فيبلر كولاترال ليجمنت مشدود، كام ليجمنت اتشدوا في الوضع ده؟ من جوه المفصل انتيرو كروشيت، من بره التيبيال كولاترال والفيبلر كولاترال والاوبليك بوبليتيا ليجمنت. ليه؟ لان الروتيشن اللي حصل ده قبل ما يحصل كان الليجمنت عامل كده، لما اعمل ميديا روتيشن كده اهو يبقى الليجمنت هيبقى ايه؟ مايل. فالنقطتين اللي ماسك بينهم بعدوا عن بعض فيتشد. نفس الكلام هيحصل الناحيه الثانيه اهو، ميديا روتيشن. قبل ما يحصل الميديا روتيشن كان الليجمنت عامل ازاي كده؟ لما يبتدي يلف كده يبتدي الليجمنت يبقى مايل، ميديا روتيشن طلع الميديا اللاترال ايبيكوندايل اللي قدام فالليجمنت اتشدت. مين كمان اتشد من ورا بنفس الطريقه؟ الاوبليك بوبليتيا ليجمنت. الوحيد اللي هو ريلاكسد هو البوستير كروشيت. عشان كده قلت لكم 90% او 80% من الليجمنتس هتتشد، اربعه ليجمنتس هيتشدوا جوه بره المفصل وبس البوستير كروشيت ريلاكسد. طب الني لما يبقى حواليه اربعه ليجمنت مشدودين، واحد من جوه وثلاثه من بره، يبقى هنا ايه؟ مشدود ومتثبت كويس قوي ولوكت. علشان بقى يحصل انلوكينج واعمل فليكشن يحصل العكس. طب ايه هو العكس ده؟ يقول لي هو اللوكينج حصل بايه؟
لما قلت لي في اخر الاكستنشن اللاترال فيمورال كوندايل وقفت وسابت الميديا لوحدها هي اللي تلف. وعلى فكره في فاكتور تاني ان الدايمتر او اللينس بتاع الانفيرور سيرفس اوف ذا ميديا الفيمورال كوندايل اطول من اللاترال، فالميديا الفيمورال كوندايل بيتزحلق بيكمل اكتر من اللاترال بسببين. اولا السبب الاولاني الانتيرو كورشيت اتشدت فاللاترال فيمورال كوندايل وقفت، وايه كمان والانفيرو سيرفس ده اطول فيتزحلق اكتر. فالحاجه دي بتخلي ايه في اخر الاكستنشن الفيمر لفت كده عملت ميديا روتيشن. طيب ايه اللي يخلي اللوك دي نيت فك تبقى انلوكت؟ اعمل العكس، يا اما خلي الفيمر زي ما هي والتيبيا هي اللي تلف ميديا فيتلغي الفرق يبقى ميديا روتيشن للتيبيا، يا اما الفيمر هي اللي ترجع لمكانها يبقى انا عملت ايه او ايه؟ يقول لي عملت يا اما ميديا روتيشن للتيبيا يا اما عملت لاترال روتيشن للفيمر. مين العضله اللي ممكن تعمل كده او كده؟ عضله واحده، العضله اللي جايه من هنا وماسكه في التيبيا هنا اسمها بوبليتيس. البوبليتيس دي تشد التيبيا كده يبقى انا عملت ميديا روتيشن للتيبيا، او شد على الفيمر كده يبقى عملت لاترال روتيشن للفيمر. تعمل الحركتين. عشان كده البوبليتيس ليها دور ان هي بتعمل تبتدي الانلوكينج، تبتدي الانلوكينج في بدايه عمليه الايه الفليكشن. يبقى انا لما عملت لوك دي ليه كان كده، كانت الفيمر لفه كده والليجمنت مايله، طب انا عايز اعدلها عشان الليجمنت تريح واقدر اعمل فليكشن. طيب انا لما عملت ميديا روتيشن للفيمر عندك حلين، يا اما تخلي التيبيا تلف ميديا روتيشن زي الفيمر بالظبط فالوضع يرجع زي الاول والليجمنت تبقى فيرتيكال تاني وتبقى مريحه واقدر اعمل فليكشن، يا اما خلي التيبيا زي ما هي والفيمر اللي عملت ميديا روتيشن ترجع هي تبقى تعمل لاترال روتيشن. طب امتى ده يحصل؟ اولا مين العضله اللي عملت كده؟ بوبليتيس. امتى ده يحصل؟ امتى يكون التيبيا وامتى يكون الفيمر هي اللي بتعمل الانلوكينج؟ لو كانت التيبيا على الارض واقف، يعني انا واقف على رجلي وواقف على التيبيا يبقى الفيمر اللي هتتحرك. لو انا قاعد على كرسي وعملت اكستنشن في الني بقى لوكت ببتدي اعمل فليكشن ورجلي فوق الارض مش واقف على الارض يبقى التيبيا هي اللي تتحرك. يبقى على حسب، لو انا واقف على الارض يبقى التيبيا ثابته والفيمر هي اللي عملت لاترال روتيشن عكس اللوكينج اللي هي عملته، فعملت اللوكينج بالميديا يبقى ترجع هي وتبقى لاترال روتيشن. ده لو واقف. لو قاعد خليك يا فيمر زي ما انت والتيبيا هتلف لي الميديا روتيشن بتاعها بحيث يبقوا ايكوال. كده فكينا اللوكينج ويبتدي الني يعمل ايه؟ فليكشن. كان لازم الني يبقى فاخرها في لوكينج لان الجوين ده في بودي ويت ترانسميشن جامد قوي، معظم وزني خلاص وصل له ومعرض انه يتخلع، فربنا خلق له احتياطات امنيه جامده جدا وما ينفعش وانا عامل اكستنشن انه يتخلع المفصل. ليه؟ لان هو لوكت ليجمنتس كتير حوالين المفصل بقت ستريتشد، في اول الفليكشن الليجمنت دي بتريح تاني عشان بنعمل حاجه اسمها انلوكينج. شكرا ليكم، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.